حرب في لبنان ولا تهديد لمطار رفيق الحريري. طبعا هيدي توقعات او معلومات نشرتها الاعلامية ماجي فرح على الواتساب ومن بعد على التلفزيون، مش جملة بخطاب القائم بأمورنا جميعا يلي أجلنا بسبب خطابه يوم الجمعة كل مشاريعنا. لا بدنا نروح ولا بدنا نجي ولا رح ندفع مصاريف وأقساط ولا رح نرد ديون لحين نسمع الخطاب. بلكي قالنا في حرب نعمل حسابنا ونرد قرشنا على الجيبة أضمن بهالأيام. كنا مفكرين قرار السلم والحرب بإيد الحزب، معلوماتنا طلعت غلط، طلع بإيد علماء الفلك وتوقعات الأبراج. لا كمان ممكن هيدي تكون معلوماتنا فيها غلط، لأن مئاتي شايف أنه الحرب بإيد العدو، ومن حرب طوفان الأقصى بفلسطين لحرب العواميد بلبنان ما بتكمل تحليلاتنا أقسم بالله ولا منصدق حرف إلا ليوم الجمعة. فانتظروا يا عشاق العواميد وتمهلوا يا قوات الفجر. هلا كيف ما ينتظروا المناصرين هيدا الخطاب؟ والبعض منه انه مفكر انه هيدا الخطاب المنتظر ممكن يطلع من القدس. ما هو ما في حل تاني، يا بيطلع من القدس محققا انتصار يا بيطلع عبورنا مدعيا الانتصار. الانتصار امر واقع. اما نيابيا فسجالات امر واقع هي امر الواقع. مجلس النواب قرر يناقش خطه لمواجهه الحرب وبلا احم وبلا دستور خطرت على بال النائب منحم خلف فكره تغييريه. اوف امنا النصاب، هيا بدنا نلعب نزقف وننتخب يلا رئيس جمهوريه. يا بتصيب يا بتخيب، وهون بيروح العاشق بيجي المشتاق. بيعلق النائب الياس حنكش مع الياس مصعب لان خطه الطوارئ اصلا من بعتك. وهون بنتعلم منكم قانون العمل، ومن هون انقسموا الشبيبه للحركين لثلاثه. هيدا اذا ما اكثر، ناس بدها تناقش خطه الطوارئ، وناس بدها تمنع جر لبنان لحرب، وناس بدها الحياد، والخطه تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. صامدون فعلا. نحن دولتنا بتعلم الصمود، والشعب اللبناني تعود على الصمود وانه يوقف على اجراه ويقطع حاله بلا سند وبلا ظهر. يعني معقول في شعب صامد على الفراغ الرئاسي سنتين قبل عون بيجي عون بيكمل الفراغ الرئاسي على قاعدة وجودي مثل غيابي؟ يعني 8 سنين فراغ زيدوا عليها سنة جديدة؟ نحن صار لنا 9 سنين عايشين بلا رئيس فعلي وفعال بالبلد. عنا رئيس أشبه بالماريونات بضغط سياسي معروف، ويا ريت هالماريونات بتستحي بل إلى عين تحكي وتقول إن عهد قوي قوي بس بدرجة جهنمية. وقالوا لك بيوم إنه بعدك ما في حدا، ليه مين في يجي بعدك؟ ما دمرت كل شيء، مين بيقدر يجي يحل مكانه إلا يلي بيشبهه؟ ويلي بيشبهه كمان استكمل جولاته مثل ام العروس الان وحامل هم المرشحين والمسيحيين. ما حدا مسيحي بالبلد قدك، وبرضه له عين يحكي ويقول قلنا من نرفض ومن نقبل ومن يمكن ان نقبل وليس لدينا اي اسم محدد. روح يا كبير. واذا في خلاف اليوم على الشغور الرئاسي، في خلاف تاني على شغور قياده الجيش ب 10 كانون الثاني 2024، في شغور ثالث عم ينتظرنا هو شغور مركز مدعي عام التمييز غسان عويدات ب 21 شباط 2024. يعني اهم المراكز القضائيه بالبلد، وخد لك بقى خلافات وشغور ورا شغور وما المصايب مصايب تجي هيك جماعيه ورا بعض البعض، مستحيل تجي حبه حبه ولا كيف بتكون لبناني. اخر خبريه بتقول انه الوزير وليد فياض طلع مشغول باله على الاموال اللي عم تنصرف بحروب فلسطين واوكرانيا، وقال خلينا نهتم نحطها بمجهود انساني مثل تامين المي. هالتصريح بتحسه بيريح النفسيه انه الحمد لله لقينا شخص هيك يفكر لنا باولويه انسانيه، انه بدل تجاره السلاح منتاجر بشيء مفيد. بس لو كان من غير وزير الطاقه هالتصريح بحكي هيك، يعني ان الطيار اللي بيصرف مصاري على مشاريع فاشله بالبلد بملايين الدولارات وبيهدر اموال الوزاره بالملايين كان ممكن يصرف نصريته على مشروع مفيد بالبلد. يعني البلد بيستاهل. حلو لما نحاضر بالعفة معاليك، والله حلو حكي حلو، بس الفعل على أرض الواقع يبقى أهم لنصدق عن جد عشنا. ويا ما شفنا